جوار المدينه الصفراء. شنو المشاكل الجوار اللي كتعيشها المدينه؟ ايوا المشاكل اللي كتنقص من المدينه الماء. هو الماء كاين والخصاص ما كاينينش. ايوا المياه موجوده في صفرو. وبزاف ديال المشاكل اللي كتعيشها المدينه. يعني علاش ما يديرولناش الخصاص هنا في صفرو؟ فاس هي ما فيهاش الماء وهي فيها الخصاص بزاف. علاش هادشي؟ هادشي دليل على ان الجماعه ديال فاس خدامه على الجماعه. هاي جماعه صفرو ما كيخدموش. خصهم غير ما يديروا في جيبهم. قول لي جواد بالنسبه للكاسكاد فين طلعتي هذا العام؟ طلعت. وما المشاكل اللي كاينين؟ ايوا الشلال النظام ما كاينش. ايوا النظام ما كاينش بزاف. لا الطريق ما كايناش. هي الطريق شو دابا هذه 30 عام والطريق ما داروهاش. علاش ما صوبوش الطريق؟ وبالنسبه للاناره ما داروا لا اناره لا والو. يعني الشلال كلمه الشلال غير كيجيو الناس مساكن غير هكاك وصافي. بيت الله. اييه الاناره ما كايناش والطريق ما كايناش. راه بزاف اللي كيشكيو من الطريق. كيقولوا لك علاش البلديه ما خدماتش الطريق؟ يعني خصها تخدم الطريق. الطريق هي الاولى. الطريق هي اللي كتوصل السائح وكتوصل بزاف د المسائل. حتى لا طاح شي واحد في وسط الشلال حتى لامبيلونس ما كتطلعش. اييه لا بومبيه ما غاتطلعش لتما. رجال الاسعاف ما غيطلعوش لتما. بالنسبه للشوارع ديال مدينه صفرو كيفاش كيجيو؟ الشوارع شويه. الشوارع الشوارع ماشي حتى لتما. اللي خايبين هنا في صفرو فين؟ ايوا خايبين في كل بلاصه. يعني كان نقص بزايد ماشي غير نقص. ماشي غير نقص فواحد البلاصه ولا جوج البلايص. بزاف ديال الاماكن اللي ناقصاهم. وما نمشيوش بعيد غير هنا دابا با مقام. هنا الطريق ما فيهاش الاناره بالليل. هذه من با مقام للطريق ديال القنطره دعوين دندان الاناره ما كايناش من عدمه. وخصوصا الساحة با مقام سيدي خصهم ما كاينه لا زهور لا ورد لا والو. هاد الشي فين مشى؟ كيديو فلوس. اييه قول لي جواد اش بالضبط هاد الناقصه اللي تخرج بهاد التصريح هذا يبقى فيك الحال؟ ايوا بقى المدينه ديالي هادي فيها تربيت وفيها كبرت. كتجيني الغيره عليها. يا ما يمكنش. وبا مقام ما فيهش تخصص الماء ما يمكنش. هادي راه شبه مستحيل. يعني المشاكل كامله تقريبا المشاكل كانوا جوا العماله والبلديه. شنو تقدر تقول لهم من هذا المنبر؟ كنقول لهم خصهم يخدموا بلادهم. راه الدنيا فايته. ها فاس هو غير البارحه هو خادمين من مدينه صفرو الى قريه فاس. ها هو دابا فاس احسن من صفرو. بزاف د المسائل بالنسبه للجرادي وبالنسبه للبناء بالنسبه للخدمه كلشي. هنا صفرو كلشي من عدم. طلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يهديهم علينا باش يخدموا لنا البلاد ويديروا لنا الخصات والطرق. الكاسكات هو باش معروف صفرو بالكاسكات. ها الشلال هو ما خدموش. ما خدموش الطرقان ديال الشلال. ها الشلال دابا ما خدموش الطريق. شو شحال من عام وهي الطريق هكاك. راه عيب وعار. عيب وعار مدينة سياحية بحال صفرو تبقى هكا. راه حشومة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.